شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا فرس صدويك. الأمر الثالث، باسي تفسيري: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا أمري كم باس من كذ. الأمر الأول، الأمر الثاني. الأمر الأول وثمان، نص العلماء على أن الآية ليست على ظاهرها. علماء أوين باس كذوك روالتي آيتك مقصود نية، يعني ترشيح حكم، مجرد ترشيح حكم كفري أكبر نية. والأمر الثاني أو من باس كذك تفسير كذني آيتك بروالت بلين همو ترشيح حكمك، همو ترشيح حكمك كفري أكبر أو مذهبي خوارجها ببيع استحلال طبعا، وقصي علماء كانش من نقل كده. الأمر الثالث، نقل العلماء الإجماع على أن الحكم بغير ما أنزل الله دون جحود أو استحلال من الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. من علماء ما نقل كده، وما كعلماء كون متفق بنا يقدنقن إجماعيا هي لسر أوي كا ترشي حكم، ترشي حكم بما أنزل الله، يعني حكمنا كذن بالشرع أجر حلال كذني قلبي ينجحود، يعني نفي وإنكاري لقل نبي كفري أصغر نك أكبر. وأوانشي كإجماع كان نقل كذن شين لعلماء تماشى أمانا. وممن نص عليه يكم ابن عبد البر قال، حيث قال: وأجمع العلماء على أن الجورة يعني الظلمة في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، يعني كسيك باء عن قصدك، طالما كسيك باء عن قصد جنيك حكمي خاتركات نزانية معذورة، بس بزانية معذورنية، بس تاون بارك كبيري كدوة. أن الجورة في الحكم من الكبائر، يعني على أجمع العلماء ترك حكم بما أنزل الله كبيرة كفري أكبر نية. دوم القرطبي حيث قال: وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، يعني باتفاقها موزانيان كسك حكم بشرع النكد نابي في بلي طاغوت ومشرك. أقل بيدو الطاغوت بمعنايك ظالمة قيدينية، وكو الشيخ محمد يقول عبد الوهاب عليه بالام بمعنى بلي طاغوت بمعنى مشرك النخير لدرسك وتم همك سيك كترشي حكم اكاد حكم بشرع ناكا درس في بلي طاغوت طاغوت بالام طاغوت بمعنى مشرك نا چونكي كسيك كترشي حكم بما انزل الله اكاد ترشي حكم بما انزل الله اكاد او بي اغوتي طاغوت بالام بمعنى انك مشرك طاغوتك بمعناه شيء يعني طغياني كدوا كوابو مرجنية همك سيك طاغوت بيك كافر بي لدرس كان زور جد باري أكما وزور كان مقصي منها يعني بلا مقصي حقا. طاغوت بمعناه طاغي طغياني كدوا بلاي هركسي حكم بشر إخوانك طغياني كدوا، بس بمعناهني الطاغوت بمعناه مشرك چونك همو طاغوتك كافر نية، همو طاغوت كافر جا رواية طاغوت بردة دارة جا رواية اشتاك بردة دارة همو طاغوت كافر نية مرجني همو طاغوت هالروحية به برجستة به مرجني همو كسيك طاغوت بو كافر به كسيك الظالمة طاغوتة بس كافر جنية بو يبهي سمعنا. وطاغوت اشتنها حكام نين، طاغوت تنها حكام طاغوت نين كسواهي طاغوت حاكم جنية. وترك الحكم لي بذلك لا بذلك ليس بالشرك بالاتفاق فيجوز أن يغفر أكريم
ولي خوش به بلام چی اگر کفری اکبر به والکفر لا یغفر کس کافر به ولا سری بمری واتا فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا كابو تركي عمل كذن بحكم الشرع كفرني. ابن باس رحمه الله حيث سئل هل ترى أن الخلاف في المسألة من الخلاف الاجتهادي أي خلاف لم مسألة خلافك اجتهادي أفرمش فأجاب والله أنا هذا الذي أعتقده من النصوص يعني من كلام أهل علمي فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة خصوصا الخوارج أن فعل المعصية ليس بكفر يعني كسك تاوان أكان كيكك لوانا ترك حكم بما أنزل الله ليس بكفر إلا إذا استحله إلا أقل شيء حب حلال يبزانه أو دافع دونها بالقتال يانشبك يعني جنكي لسربك شري لسربك لا شريط مناقشة بعض الدعاة وطلبة العلم لابن باز عن مسألة تحكيم القوانين نصا بالسيد البارجي ليكري بكار هنا قانون جيب جكدني قانون حكم كذن بقانون لو شريط ذا الوادلة أما أمري سيمبو كابو علماء إجماع النقل كدوا لسر أويكا حكم كذن بزجل الشرع بين جحود واستحلال كفر أصغرنك أكبر. الأمر الرابع نص العلماء في كتب عقائد أهل السنة المعتبرة يعني ما كتب عقيدة معتبر أوانن كبسند لعلماء سلف وما نسلون أما لمعاصرون هندك كس كتاب نسيوا برك باشتايا وشندين اشتخلافي شتايا نخير وأنا كتب أهل السنة معتبرين كتب كون كتبي مسندة ينجل يعني مسندش بلام معتبر بن كتبي عقيدة أو أنا علماء باسين كدو على أن الحكم بغير ما أنزل الله دون جحود أو استحلال هو من الكفر الأصغر يعني ببيع حلال كدني ضل يا ببيع إنكار كدن أو كفر أكبرني ومن ذلك علماء كان يكون تماشك كان ينكا ما ذكره الآجري عن سعيد بن جبير وتقدم قول سعيد كر جبير كباسمك باشن قول ابن بطة في الإبانة كاكتب إبانة معروف هيك شكل كتب كان يعقد أهل السنة الجماعة لبابي باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة وذكر ضمن هذا الباب الحكم بغير ما أنزل الله الله يشك لو توانيك باكباسي أو توانانا أكادك كفر بلام كفرك نيك مخرج به يعني درهي نربي لدين ابن بطال اكتبي إبانة دا يشك لو توانانيك كفري أكبرني وإنسانك في كافرنا به الحكم بغير ما أنزل الله باسك وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة أما اكتب إبانة يوم معروفة يمال شنو معناك ما نص عليه ابن أبي العز شارح الطحاوي واروى شارح الطحاوي ابن أبي العز كأندق لأهل علم ضلين كلامي ابن أبي العز هم كلامي ابن تيمية هنا بيتي هم كلامي ابن تيمية بلام لبرأوي لسردمي وينيتوانيوا تصريح بكاد بويا بناوي خوي ووتويتي انك بناوي امامي ابن تيميه وهنا امر يجب ان يتفطن له الله يشتك هيدا بيا انسان عقيلب وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله يعني حكم كذن بجيك على الشرع اكري كفر به انسان لدين دركات دروا وقد يكون معصيه واشكري تنهى تاوان بيد كبيره به كفر أكبر نبي كبيرة أو صغيرة وقد يكون كفرا وأشكل كفر به إما مجازيا وإما كفرا أصغر يعني بيوتي كفر بلام كفر حقيقيني يعني كفر قورني كفر بشوك على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم ففي حاكمك ترك حكمك يا حكم بجغل شرعك
فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أقل بلو باوري وابو حكم كردن بالشرع غير واجب واجبني وأنه مخير فيه أكري حكم بالشرع بك وأكري نيك أو استهان به يعني بكمي بزانه مع تيقنه أنه حكم الله بجزانه وحكمه بس يعذر بالجهل بزانه وحكمه أمي كفر أكبر فهذا كفر أكبر فهذا كفر أكبر أليروا بوهمو كسكا حكمي بدستا سرو إيكاري مسلماني بدستا برلمانتارا دستورا نوسي قانونية بي أغاين لما بي إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب بلي والله شرعي خواه واجبني بكالقنا بوهم زمانا ناخوا أشكري شرعيش بشك بلا دستور إسلام بكل دي بوي بكري بدستور بلام جغل إسلامي جبه أمانا كفرا حكم نكردن بشرع إخوة حكم نكردن بشرع إخوة هروا أسنية أقر آوة بروباوري لقلها بي ويبا كفري أكبر يعني بكمي بزاني بجزاني حكم فهذا كفر أكبر وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله بلام باوري هبو أو حكمي خوايا وواجبي شا حكمي بيبكا وعلمه في هذه الواقع لو إيشدا لو مسألة دا باشا بيزانه بلان حكمي بيانك وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة بجزانه أو كانت حكم بشر عناك يعني هر حاكمك بزانه هر قانونيك هر حاكميك هر كسيك هر إشيك بدستا بزاني حكم كردن بو نمونا بو كسي زنا كر أو حكمك يتي بو كسي دزا وحينا زنا حكمك يتي بو قاتل أو حكمك يتي حكمك بشرع نكا بشرع نكا بزاني أو حكمك يتي بلام اعترافك أو حكمه خوي بزاني أو حكم بلام نيكا أو عاصي بلان بلان نخير حكمي كتري لو باشترا يانا و بكالغنايا يانا و بوم زمانا ناشي يانا و اوانا همي كفر اكبر اقرا ميتريان بو فهذا عاصي ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر وان جهل حكم الله بلان اقرا حكمي خوين نزاني مع بذل جهدي اقرا تنليبي نكهم جهلك هذا درس كان علين جهلك بسبب بشحال كدن لدين عذرنية جهلك بهوي كم ترخمية وعداني شيء جنك ونتوا برسيار نكا دراسة نكا عذرنية بلام جهلك حول شدابي بلام نزانه نيدو زيتوا بهوي جهله بهوي تقليده بهوي اجتهاده بهوي تأويله كيفتني هلو وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهدي واستخرافي واستفراغي وسعيه في معرفة حكمه وأخطأه نيد وزيته فهذا مخطئ فهذا مخطئ هو بحال ذات شو له أجر على اجتهاده يعني بهذا الشيء لا سلها والله كي ما نبونك وخطأه مغفور الأمر الخامس تتابع أقوال المحققين من علماء الشرع الشريعة من المتقدمين والمتأخرين على القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله دون جحود ولا استحلال من الكفر الأصغر يعني لكن تائرة لسلف لصحابه تائرة علماء سكانيا أوها بشت أستورة بدو يقدهاتوا يقوليانا ببخلاف أوش دقكانيانا تفسير ابن عباس للآية حيث قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه يعني أو كفر أو النية كتنروا خوارج كان تفسيريا كان إنه ليس كفرا ينقل عن الملة أو كفر يقني إنسان لا تشي دركا لدين دركا دروا كفر دون كفر كفر يعني أصغر لكتاب تفسيري ابن جرير يعني والتفسير طبري قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لما كان هذا الأثر أي أثر ابن عباس
لا يرضى أو لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير كاتك أم أثرا يعني بضلي تكفير كان نبو أو يعني كتيكوتون لمجال تكفيرا ألينشي صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول إما أم أثرا ورناغر أم أثرا ضعيفة صحيح نية ولا يصح عن ابن عباس فيقال لهم كيف لا يصح شون صحيح نية وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل منكم وأعلم بالحديث لأيوة باشتر لأيوة قورتر لأيوة شال زاتر أم أثري ابن عباسي ورقد وبصحيح زاني وتقولون لا نقبل أيوة ألين أيوة أم أثر ورناقرين لا نقبل فيكفينا على بس مانا أيوة ورقد ورناقرين كيف يخوتانا إما كلبيا وكاني ميجور يعني فيكفينا أن جهابذة جربزكاني ميجو مسلمانان كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما جقلوانش تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه فلأثر صحيح دوام ما جاء عن إسماعيل بن سعد أفرمي سألت أحمد تماشى إمام أحمدك بزن شون تفسيري كدوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إسماعيل كري السعد برسالة أحمدك رحمه الله قلت فما هذا الكفر أعم كفري كلم آية داهات وشيا قال كفر لا يخرج من الملة قابوا من تفسير إمام أحمد يعني بلى لا كتب سؤالات ابن هانئ كتبك هي معروفة مطبوعة قولي السيام قول المروزي في تعظيم قدر الصلاة إمام المروزي لكتب تعظيم قدر الصلاة ولنا في هذا قدوة بمن روى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله يعني كفرها مي كفري أكبرني لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام يعني إنسان الدين درناك دروا كما ثبت للإيمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام من ذلك قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أمش قولي مروزي لكتاب تعظيم كبكفري أصغري أزانع باشن قول ابن جرير الطبري وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أو لا يعني إمام طبري فرمي أم آيات لا باسي بني إسرائيل باسي أهل الكتابات فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر باسي أواني شهادة أتبه يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سببك شيء يهود نصارى باش يعني يهودا بلام آياتك فرمتشي ومن لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا أي شون إيكيتا خاص آياتك عامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قيل إن الجواب أنا أوثجي إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين تماشاكا أو قولي طبرية كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين يعني باسك باسي جحودا كيبو كفر أكبر بكارد هنا أبي الجحودي لقلابه فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون بوشيوازي كالجحودي لقلابه أنجى كفر أكبر وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هل كسي حكمي خاتلك باوري بينبئ
هو بالله كافر، كما قال ابن عباس: لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. كافو مقيدة بشي جحود، مقيدة بمسائل قلب، نك مجرد الترك. أما تفسيري طبري قول ابن الجوزي كما في زاد، كما في الزاد: وفصل الخطاب، يعني دعوك أقوالك أنا هنا قولي أخير، أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له كسك حكم إخوات ترك باوري بين به، وهو يعلم أن الله أنزله بزانك خدي بزانه كما فعلت اليهود فهو كافر وكافر به. ومن لم يحكم به بلان كسك حكم بشرعنك ميلا إلى الهوى، بو دنيا بو بلو بوست بو هشتك كتير دلي لقل دانبي عقيدو بلو باوري لقل دانبي من غير جحود فهو ظالم وفاسق، كفر أكبرني. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به باوري بهبه ولم يحكم به فهو فاسق وظالم. أما قولي ابن الجوزي بأثر قول البغوي وقال عكرمة معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فقد كفر، كسك باوري بين به كافر به. ومن أقر به باوري بين به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. أما قولي بغوي كيك كلام مفسرون بقول عكرمة. قول القرطبي في تفسيره قال: ابن مسعود والحسن، ابن مسعود عبد الله كريم مسعود وحسن بصري فرمشي، هي عامة، يعني آيتك ومن لم يحكم عام في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له، يعني كسك حكم بشرنك بحلال بزاني بلا حلال حكم بشرنك بوشي وازا أوايا هموك سيكدتوا لمسلمانان بيلا يهود بيلا هرك سيكبه. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم، أما أقل كسيك بزاني بلا حرام ومن حراميكم كدوا كحكم بشرناكم تاوان بارم أجنا واجب حكم بشرك، فهو من فساق المسلمين كافر نابع. وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هشتمكس العلماء قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، أجر باسي أوكين الله سلف ألين أكري إنسان إيمان دار به والنفاق جدري داها به، فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر، أشكري إنسان إيمان دلي ذهب كفر جدلي ذهب، يعني كفر إيمان لدى الله كوب نوا ها نخير هو ما بس تبيس فيها كفر أكبر، بس كفر أصغر لقل إيمان كوب توا بله كفر أصغر أجناء كفر أكبر لدى الله إيمانك لا هذا نفاق لقل إيمانه كوبيته هر خود برام نفاق لدل دا كوبيته لقل إيمانه نخير، وبس النفاق اعتقادية طبعا بويت شاككم نفاق عملي كوبيته بالي نفاق عملي كوبيته معاذ الله زور لمسلمانا يستان شي ما انتهى نفاق عملي ما انتهى صحابة هاوري نكد سي صحابة هاوري نكد يعني امام منافق بنتوا لبكل البخاري بابي قالتوا نفاق عفوا نفاق عملي. اما نفاق اعتقادي نخرج نفاق نفاق اعتقادي كفره كفر اكبر لدل دا كونا بيتو فسقي اكبر كوبيتو لقل ايمانا نعم، بس فسقي اصغر ظلمي اكبر كوبيتو لقل ايمانا كفر الشركه كو وصيقي لقمان، بس ظلمي اصغر كوبيتو بالله ابي اغاد انا تفاصيل انا ابي أما كسكتيت بها همو أوسي خوي على كفر لقل إيمان كنا بيتوا
اگر ما بستی پی کفری اکبر بی قصه که راسته اگر اصغر بی کو بی توا اوه یا شیخ الاسلام ما بستی اوه انه یکون فیه ایمان و کفر لیس هو الكفر الذي ينقل عن المله کفری اکبر نه باش كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة كفرك كإنسان كافرناك وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تماشي قول ابن تيمية كان أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله يعني كي كفري أكبر إنسان كافر به حلاليك أما قولي ابن تيمية أبو قول الشاطبي في الموافقات أما قولي النوام هذه الآية والآيتان بعدها يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون أويتر كفاسقون ظالمون باش بعدها نزلت في الكفار أصلا لكافر ده بزيوه ومن غير حكم الله من اليهود وليس في أهل الإسلام منها شيء لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له كافر أما قول شاطبي قولي عبد اللطيف الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن يعني آل الشيخ وما ذكرته أمام قولا أقتا لبيع كسانك يستد بداخوة تندي أنه أن لما جالت أنا استدلال بأحفادي الشيخ محمد كور عبد الوهاب مع العلم منهج الشيخ محمد كور عبد الوهاب يعني هيج غباري كلا سرنيا يعني ما بوخمان لقال لي الجاوي أما أحفاد هندق الطلبة كان لما جالاتي عذر بالجهلة أخطأها بس شما كلا درسة كان نشما شاهده وصوت الصورة أما لما جالي تكفيرة سيدك قول كان ينزل دقيق ديت عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن وما ذكرت عن الأعرابي من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يستحل فهو الذي عليه العمل يعني أبي جاوزي بك مستحل بو كفرة مستحل نبو كفري أكبرني وإليه المرجع عند أهل العلم قال ابن سحمان سليمان بن سحمان طبعا في جامع الرسائل والمسائل النجدية تعليقا عليه وأن ما ذكره في شأن الأعرابي من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يستحل هو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم تفسيري أو برغياك يعني أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يعني حركة سيوتي جقل شرعي إسلام درست بحكم كتر حكم كين ورأى أن حكم الطاغوت حكم الطاغوت بديت يلا جقل الشرع أحسن من حكم الله باشترى لحكم الشريعي الإسلامي وأن الحضر لا يعرفون إلا حكم المواريث وأن ما هم عليه من السوالف والعادات هو الحق يعني هاتشي حكم عرفيه وعاداته أوتشي هو الحق فمن اعتقد هذا فهو كافر وأما من لم يستحل هذا بلام أجر كسي حكمي بحكم شرعي شنكر بلام حلالي شنكر حكمي با يعني حكمي غير شرعي حلال نكت ويرى أن حكم الطاغوت باطل وأن حكم الله ورسوله هو الحق فهذا لا يكفر لم تفصل جوانتر أما أحفادك يعني شيخ محمد أما كتابك يعني أنا فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام ولكل درجات مما عملوا هم يقدر جنية بس تنهى ترك حكم كفرة ينزع قول الشيخ ابن باز السؤال هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا بسأل الشيخ ابن باز كان آية أوانيك حكم بحكم شرعنا كان بكافر حسابك لن وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى أيا قبل مسلمان شيبم آية تبكين برسيار كذلك برسيارك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الجواب شيخ بن باز والله ما كنت شونا الحكام بغير ما أنزل الله أقسام يعني أوكسيك حكم بشرعناك تشنجوريك تختلف أحكامهم ب
بحسب اعتقادهم وأعمالهم يعني حكم كان بجوريتشيا بجوريبي باور كذا وكان هنا. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. يعني كسي حكم بشرع إخوانك بحر قانوني شيئك لهر شو هنيك به هي هر كسيك به لهر شو هنا بيتي باشا هي خوي به هي خوي به هي باوكي به كحكم بحكم شرعناك بلي للشرع باشتر كافر به بويا بيها مو كسيا لمسلمانا ما بزال كسيا كحاكمة كاربدستا أبي أقيل ما بيها إجنا كافر بيش كحكم بحكم الشرع يشيك اللواجبات إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وشندين آيات شندين آيات بويا حكم نكذن بالشرع دباري أكينا واز دباري أكينا واشتشي زور قورية إسا بداخل وكم ترخمين زوري تياكري. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز. تماشي الشيخ ابن باسكا الله يهركس يحكم بحكم قوانيني دسكد أكايستا جغل الشرع إخوة بلانشي ويرى أن ذلك جائز ببيرباوري لقلابي بلا جائزة أو ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل يعني بلا الشريعة باشترى بلان بغير شريعة جائزة أو هاش به هل كافر ده به فهو كافر بو لكونه استحل ما حرم الله شون بقانوني غير شرعي قوالي حلالة. أما تماشي أمر قانك أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى لبرهوى رزويتي واحزك نالي حلالة واحزك يان لبر رشوية أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه بورمتو حاكمي كسي دي بلاد الظلم ليكي حقيتي حقيتي بكسي يشتر أو لأسباب أخرى هرش سبب كتريها به وهو يعلم أنه عاص لله أزاني بم حكمت كحكمك بغير الشرع تاوانتك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر. معناه كفري أكبر نين ظلمي أكبر نين فسقي أكبر نين كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم والله ولي التوفيق. أو قول الشيخ ابن باز قولي اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها؟ يعني حكمك كسيك حكمك بحكمك وضعي وكويستي ولاتاني إسلامي برك لولاتاني إسلامي لجواب دا اللجنة لجنة دائمة على شيء الواجب نسأل المسلمان أويا التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف لكاتيك الناكوكن لبيع حكم الشرع حكمك. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتحاكم إليهما أجر حكم حكم الشرع النكد تماشي برقك فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما بحلالي بزاني بلي بحلالي أزانم لمحكمة هر حكمك بدري حكمك أجر حكم شرعي شنبه حكمي هر قانون هر ولاتك فهو كافر. وإن كان لم يستحل التحاكم إلى غيرهما بحلال نزانه ولكنه يتحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع الطمع يعني كسواها يستأذن بتشبه محكمة حقيقية حقيقي باشا حقيقي كسي كتير إذن بأو أزانه ببي أو قانوني كلمحكمة
ناشرعي رودا بس لبر تماحيك كافر به ما خير حاكمك كافر نابي أقل بحلال نزاني أمش كافر نابي ما دام بحلال نزاني لبر دافعي الطمع بطمعي في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية تواني كدوة وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان لإيمان درناج قولي سيانزيام قولي شنقيطي يا كسي سيانزيام محمد الأمين الشنقيطي خوان أضواء البيان ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا بحلال إبزاني أو قاصدا به جحد أحكام الله يان بيوي إنكار حكم خوابك رد حكم خوابك وردها مع العلم بها أما من حكم بغير حكم الله حكم بحكم شرعنك بلان بجزاني وهو عالم إنك جاهل بها وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى بس هو أرزوا إليك فهو من سائر عصاة المسلمين يعني كافر نابته لكتبي أضواء البيان شواردك مين كس كنقل من كدواء ابن كثير في تفسيره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا أمي كليرا هاتوا علي بوية بكفر نابيا هاتوا لأنهم جحدوا أقول جحد نبينا يقدروا لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا كابو مقيدة أو تفسيري أو آياتا أقبل روالة تفسيري كين مقيدة بشيوة جحود أما أو بينشتبون كباسم كيدن وتم وجهي تشارميان أويا أو بينشتباس كين وجهي بينجم لبداية درسك أبو أخوين نوا أقر بلين يعني حكم بما بغير ما أنزل الله كفري أكبر أكبر يشبه لبرهم خلافي درجة بين علماء أو كاتا نابي كسك أجر هر كل شيء تكفيري كي بو لبره وطمان تكفير لشتيك دا أبيد كعلماء متفق بن لسري على سبيل الوجه الخامس على سبيل التنزل والتسليم بوجود الخلاف المعتبر في الحكم بغير ما أنزل الله من غير اعتقاد كفر مخرج من الملة كابو مسألة كمسألة خلافية أجر واجبة هرتشن خلافين علماء اتفاقيا هي لسري لا سلفوا فتبقى المسألة خلافية بين علماء وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز التكفير إلا بما أجمع عليه العلماء كما تقدم معنا دعي وفرمي لكن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله منضبط تكفير بمسألة حكم ضبط كده ولأن علماء ومحدد بإجماع سابق فلا فرق عند العلماء بإجماعهم بين الحكم بغير ما أنزل الله وغيره من عامة المعاصي بانقسامه إلى كفر أكبر وكفر أصغر قابوا كفر ببدو بشوع الكفر الأكبر ويكون له ثلاث صور الجحود والاستحلال والتبديل كفري أكبر لمسألة حكم دا سي صورتها يعني كي كسك إنكاري حكم خوايك سبحانه وتعالى أو كاتشيبه كافر دبه يان بحلالي بزاني بحلال بزاني يان بي غوري بلان بحلال شي بزاني وتبديل الثاني الأصغر وهو ما يكون دون جحود أو استحلال أو تبديل بلان جحود نبي استحلال نبي وتبديل نبي أو كاتا وتفصيل حالات الأول والثاني كما يلي ليرة بدوا إن شاء الله أتينا سر جوركاني حكم بغير ما أنزل الله كن جوري هي الاستحلال شيا الجحود شيا وهروها التبديل استبدال التشريع العام التقنين نو جور ما هي
حكمكاني تشين قصي علماء تشين أوي كوا قرفتي تياي للاني وقنزا كان اللواني كتكفيرا كان كاميانا أجينا هندك حكم بغير ما أنزل الله جيجي اتفاق بلاي منو بلاي تو بلاي همو كسيكو بلاي كسيكو كميان الروا كسيكا كتون روا كسيكا شد روا حر كفرة بلام هندي شي خلافي تياي دانا دانا باسي أنكين لدرسكانا وبتفصيل وبإنصاف وبعلمه إن شاء الله. بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.